كيف سيتعامل مع هذه الكرة. طبعا إذا كان وصلت الكرة للمرمى، المخالفة الأخيرة في هذه المباراة، مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. إدارة تنفيذ المخالفة العملية الأخيرة في هذه المباراة. صفر، نذكر بالاهداف، يوسف المهيب في الدقيقه 34، بغداد بنجاح في الدقيقه 74، وكذلك مهدي سعاده في الدقيقه 83، هم اللي سجلوا اهداف النجم الساحلي. بينما في انتظار تنفيذ المخالفه، اعتقد نزار العيساوي او بران غنام هو اللي باش ينفذ هذه الكره. بران غنام، والتصدي من بغداد بنجاح، التصدي من بغداد بنجاح، يحط الكرة في الركنية، والابتسامة المنقذ نجم نقولوا بغداد بنجاح، ولو أن النتيجة 3-0، لكن التصدي كان في مكانه. بغداد بنجاح ركنية لصالح الاتحاد المنستيري.